أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد جاء رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق ويعقوب قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا
الذين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُنِيبٌ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُنِيبٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Hadirin yang berbahagia, demikian tadi telah tampil peserta dengan nomor teki 216. Peserta selanjutnya, Qori.